جينا اثنين حار. هذا اثنين حار، ليش ده يجي اثنين حار؟ السلام عليكم، اليوم الجزء الثاني ويا هاي السيارة. اليوم راح نسوي تتبع للوايرات بحيث راح نعبر أكثر من اللي وصلنا للبارحة. مو لقينا طبق، كان يجينا اثنين حار للمروحة، فلقينا طبق وخرناه، وراها بقى يجينا اثنين حار. أول شي راح نسويه هو نفتح اللايت اللي هو صاير حيل ضبابي. طبعاً في قطعة هاي تنشد بي، وفي بعد من هنا برغي خشابي. نجي هنا شوف هسه احنا هاي ضفيرة هي مال المراوح ذني اثنيناتهم. اوكي فاحنا راح نتبع هاي هنا، تجي الهاي تجي فايته منا تجي واصله هنا من جوا هذا التيب اللي هي هياته اللي اذا تشوفوها مضروبه تيب ابيض وراها مرتبطه هنا. بس ايش راح اسوي؟ راح اجي افتح هاي حتى ممكن نحررها ونرجعها لورا حتى يصير لنا مجال انه نشوف بصوره اوضح. هذا حار رئيسي ما لنا علاقه به. من اللي يلزمها لها قاعده الفيوزات من نفتحها نقدر نحركها عاد وراها. جرب بلايس وترخيهن ما بيهن شيء. هاي نفتحها بحيث شنو الفكرة اللي ببالي انه الضفيرة نسحبها حتى نبوع عليها. طبعا انا جاي احرر مثل ما قلت لكم بس الوايرات اللي احنا مستهدفينها يعني. يقول لك ليش ما تشتغل كهربائيات من ورا هاي السوالف. شوف هسه هذا هنا الحد هسه سليم، يبقى بس نفتح هذا التيب هم مباوع عليه. طبعا هي اهم فرصة اقول لكم انه انا كهربائيات بهذا النوع ما اشتغل. اي ما اشتغل. طبعا انا من قلت بهاي المشكلة مو هيك يعني. شوف هسه هنا الوايرات هسه منا هسه لهنا انا الوايرات كل شي ما بيهن. ترنفيس عدل او شلون هاي نفصل الليطة مالتها هاي يصير حتى تقدر تطلع. حتى نشوفها من الظهر مالتها. هاي الضفيره اللي تجي على شكل فيشه واللي تطلع هم تطلع على شكل فيشه. اوكي لاحظ هسه هاي مثلا هذا البرغي يجي يفوت بهذاك السن حتى يلزمه هذني البراغي واضح. فهسه احنا يا هي نريد نفلت هذيك الاخيره اللي من جوا الجوانيه اخر وحده. هذا مكان هنا يعني بيه مشكلة لكن هم إلا نتأكد. يلا نتأكد انه هو هذا رايح للمروحة لو لا. فهسه احنا قبل هذا كل يتهم راح نفتح هذا التيب اللي هنا ونباوع عليه. هنا ماكو طبق لكن صايرة اكو حرارة بحيث اذا تشوف الواير منها شلون صاير بيه خط واحد ويا الثاني. فهسه شنو يبقى عندنا هنا نفتح هاي ونشوف لان هسه الواير لهنا. اوكي الوضعيه مالته تمام. طبعا قبل ما نفتح ناخذ لنا نظره عليها حتى نفتهم هي الوضعيه شلون راح تنفتح. فيظهر انه احنا اكو هاي اشياء نضغط عليها ونسحبها لي ورا. هاي ما
يسمى بالفيكتور. فمجرد ما ندفعها للداخل وندفعها لبرا. صلحت ما تصلحت بعد ماكو جزء ثالث. بس شوف الحرارة شو مسوية يعني بيها. شوف هذا الواير صاير اخضر اصلا. اوكي. وهذا العازل مالته شلون هيك صاير يعني محترق. شوف هسه هذا يعني وينك عازل هيك يتكسر. هسه الطبق فتحناه طيبناها رجعناهن رجعنا كل شيء بمكانه الوايرات مدري شنو. هسه نجي نشغل على السرعة نشغلهم كلهم. دي شغالات هاي. هذا كان كل اللي عندي وشكرا في مالها.